ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة نجم مسلسل 2020. الممثل اللبناني حسام الصباح عن عمر يناهز 63 عاما، وجاءت وفاته إثر مضاعفات تعرض لها بعد إصابته بحادثة سير تعرض لها منذ 10 أيام. وكشف الفنان عبد الشاهين عن وفاة الصباح، ونشر عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة له معلقا عليها بالقول: اليوم الحياة خسرت صديقا ونحن خسرنا أبا. الممثل والمخرج المبدع حسام الصباح، لروحك السلام. فيما حرصت الفنانة اللبنانية نادين ناسي بن جيم على نعي الصباح، وكتبت أيضا عبر حسابها الرسمي على تويتر: الله يرحمه وتكون روحه بالسماء، خبر مؤسف. ومن آخر أعمال الممثل الراحل مسلسل 2020 في دراما رمضان الماضي، ولعب فيه دور أبو الليل، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج مجموعة الصباح. وحقق العمل نسب متابعة عالية خلال عرضه، ما دفع الشركة المنتجة لتجهيز جزء ثاني من المسلسل سيعرض في رمضان القادم. حسام الصباح عضو مجلس نقابة الممثلين السابق، وممثل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، تميز بأخلاقه العالية وحبه لجميع زملائه وحب الجميع له. وتقدم مجلس نقابة الممثلين بالتعازي لعائلة حسام وزملائه وأقاربه وعموم الشعب اللبناني. وانطلق الصباح في حياته الفنية منذ الصغر، وشارك في أول عمل مسرحي من خلال اتحاد الشباب الديمقراطي، كما قدم مع رفاقه مجموعة مسرحيات بعضها من إخراجه، وكان منها مسرحية الفجر التي قدمت في قصر اليونسكو. كما وشارك الممثل اللبناني في العديد من الأفلام منها ناجي العلي وبيروت اللقاء ومعركة وجرح الزيتون. أما في إطار المسلسلات فقد لعب الصباح أدواراً في العديد من المسلسلات منها عز الدين القسام، قيامة البنادق، وزمن الأوغاد، وآخر مشاركة له كانت في مسلسل 2020. كما تجدر الإشارة إلى أنه كان لحسام الصباح العديد من الأعمال في الإخراج المسرحي منها حكايات وطن وطحونة عم شكري وإجة عم فهمان والدبور وغيرها. يذكر أن الممثل والمخرج المسرحي حسام الصباح تعرض لحادثة سير مروعة على طريق المصيلح، حيث كان متوجها إلى منزله في مدينة النبطية وفقد السيطرة على سيارته وانقلبت به وسط الأوتوستراد، ونقل إلى مستشفى الراعي في صيدا حيث أدخل غرفة العناية الفائقة وتوفي بعد 10 أيام.